بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 90. عندنا في أعلى الصفحة كما نلاحظ ليغ أن دوكيمون، قراءة وثيقة. ليغ أن دوكيمون، قراءة وثيقة. ثم جوبسيرف ليماج، جوبسيرف ليماج، جوبسيرف ليماج، أنا ألاحظ الصورة. جوبسيرف ليماج، أنا ألاحظ الصورة. إذن هذا لو فيرب أوبسيرفي، هذا لو فيرب أوبسيرفي. أقول جوبسيرف، تي أوبسيرف، إل أوبسيرف، نوز أوبسيرفون، فوز أوبسيرفي، إلز أوبسيرف، إلز أوبسيرف، هم يلاحظون. جوبسيرف ليماج، أنا ألاحظ الصورة. Sais-tu que la tortue peut vivre aussi dans la mer? هل تعرف؟ عندنا sais-tu, sais-tu. هذا le verbe savoir. تنقولو je sais, تنقولو je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent, ils savent. هم يعرفون. إذن tu sais, أنت تعرف. طبعا ملي تنقلبو الفاعل مع الفعل، عندما نقلب الفاعل مع الفعل، نتكلم عن الضمير الفاعل. عندما نقلب الضمير الفاعل مع الفعل يصبح عندنا سؤال. عندما نقلب الضمير الفاعل مع الفعل يصبح عندنا سؤال. إذن أقول سيتو، هل تعرف؟ إذن نقول سيتو، هل تعرف؟ كلا تغتو، بأن السلحفات بو فيفر، يمكن أن تعيش. عندنا لو فيرب بوفوار، ثم عندنا لو فيرب فيفر. عندنا لو فيرب بوفوار، ثم لو فيرب فيفر. بو هذا لو فيرب بوفوار، كنقولو جو بو، تي بو، إل بو، نو بوفون، فو بوفي، إل بوف. نقول جو بو، جو بو يعني أنا أستطيع، أستطيع أو يمكنني، أنا أستطيع أو يمكنني. أيضا نقول جو بوي، إذا يمكن أن نقول جو بو أو جو بوي، ولكن الغالب نستعمل جو بو. ثم عندنا تي بو، أنت تستطيع أو يمكنك. إل بو هو يستطيع أو يمكنه، هو يستطيع أو يمكنه. إل بو أو أون بو. ثم عندنا نو بوفون، فو بوفي، إل بوف. إل بوف هم يستطيعون أو يمكنهم. طبعا هذا لو فيرب بوفوار، أحيانا نتكلم عن لو بوفوار، المقصود بها القدرة، وأيضا المقصود بها السلطة، كما نقول بأن تملك الاستطاعة. إذن السلطة تسمى لو بوفوار. إذن لو بوفوار المقصود بها القدرة، والمقصود بها أيضا السلطة. إذن التي يهمنا هنا هو لو فيرب بوفوار، يعني فعل استطاع. إذن لا تورتو بو فيفر، إذن السلحفاة يمكن تعيش. هنا عندنا يمكن عاش، يمكن عاش. طبعا المقصود نتكلم عن السلحفاة، إذا المقصود أنها يمكنها أن تعيش. أوسي دون لا مير، أيضا في البحر. إذا هل تعرف بأن السلحفاة يمكن أن تعيش أيضا في البحر؟ إذا السلحفاة يمكن أن تعيش في البحر كما هي تعيش في البر. Sais-tu que la tortue peut vivre aussi dans la mer? Sais-tu que la tortue peut vivre aussi dans la mer? هل تعرف بأن السلحفاة يمكن أن تعيش أيضا في البحر؟ On a une image qui comporte des légendes. إذن عندنا صورة تتضمن هاد الكلمات التعريفية والمفسرة للصورة. Premièrement, on a la carapace. On a ce qu'on appelle la carapace. عندنا ما نسميه الغلاف الصلب، إذن يسمى كاغاباس. الدرع يسمى أيضا كاغاباس. Ensuite on a la tête، بعدها عندنا الرأس. Après on a les nageoires. إذن كما نعرف بأن فعل ناجي هو سباحة، إذن جو ناج أنا أسبح، إل ناج هو يسبح. إذن عندنا هنا ناجوار. طبعا نتكلم عن الزعانف عند السلحفاة كما عندنا هنا في الصورة، وكما عند السمكة أيضا. إذا نتكلم عن الزعانف التي تساعد على السباحة، إذا هذه نسميها ناجوار. كما نلاحظ كما قلنا بأن هذه الكلمة عندها علاقة بفعل ناجي اللي هو فعل سباحة. هنا ناجوار كما لو نقول مسباحات. طبعا نتكلم عن الزعانف،
نتكلم عن الزعانف التي تساعد على السباحة. Après, on a, je cherche l'image d'un escargot et je mets les légendes. Je cherche l'image d'un escargot et je mets les légendes. Je cherche, هذا لغير chercher. Chercher, يعني فتش عن. إذن, je cherche, يعني أنا أبحث عن l'image, عن الصورة d'un escargot. D'un escargot. Les halazouns. Et je mets les légendes. Et je mets les légendes. Sur l'image précédente, comme nous le voyons, on a des légendes. Sur l'image précédente, comme nous le voyons, on a des légendes. On a des légendes. إذن هاد الكلمات المفسرة للصورة تسمى légende. إذن حنا المطلوب منا هنا, je cherche l'image d'un escargot et je mets les légendes. Et je mets, عندنا le verbe mettre. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. إذن هم يضعون. Je mets, أنا أضع. إذن, et je mets les légendes. وأنا أضع الكلمات المفسرة. طبعا تتكون هاد الكلمات في الصورة, وهاد الكلمات أيضا توجد في الخرائط. إذن نكتب اسم المدينة في هاد المكان, نكتب اسم المنطقة في هاد المكان. إذن هاد الكلمات المضافة للخريطة أو للصورة كما عندنا هنا تسمى ليجوند. أيضا كلمة ليجوند في معنى آخر تعني الأسطورة, تعني الأسطورة. أحيانا نتكلم عن قصة خيالية, إذا نتكلم عن أسطورة غالبا تعود لزمن معين. إذا نتكلم عن ليجوند, إذا نتحدث عن أسطورة, قصة خيالية البعض ربما يعتقد بأنها حقيقية. إذا نتكلم عن لا ليجوند. طبعا كلمة ليجوند عندنا هنا تعني هذه الكلمات المضافة للصورة. Nous prenons l'image suivante, comme nous le voyons, sur laquelle on a un escargot. Et voilà, on a une image d'un escargot. إذن وعندنا كما نلاحظ صورة لحلزون. On a une image d'un escargot. إذن عندنا صورة حلزون. Premièrement, on a la coquille. عندنا الصدفة. Ça sert à quoi? لماذا تصلح? Ça sert à quoi? La coquille. إذن لماذا تصلح? ما هو دور هاد الصدفة؟ إذن لا كوكي, لا كوكي سير بور سو بروتيجي. إذن لا كوكي بور سو بروتيجي. إذن الصدفة للحماية, الصدفة للحماية. الحلزون يمتلك صدفة للحماية. إذن الصدفة لحماية الحلزون من الأخطار الخارجية. إذن كوكي بور سو بروتيجي, لا كوكي pour se protéger. Ensuite, on a les tentacules. On a les tentacules. كما نلاحظ بأن هذا الاسم قريب من فعل تاتوني. تاتوني المقصود به تلمس أو تحسس. لو فيرب تاتوني تحسس أو تلمس. إذن تنتاكول نتكلم عن عضلات ممتدة من الجسم تصلح للرؤية, تصلح لللمس, وتصلح لاصطياد مثلا الفرائس. مثلا عند الأخطبوط, عند الأخطبوط نتكلم عن هاد الجزئية تسمى أيضا تونتاكول, تسمى تونتاكول. إذن هنا عندنا تونتاكول pour voir, تونتاكول pour voir. إذن نتكلم عن هاد نوع من العضلات الممتدة من الجسم التي تسمى تونتاكول. concernant l'escargot, بالنسبة للحلزون, il possède deux types de tentacules. Deux types de tentacules. L'escargot possède deux types de tentacules. إذن الحلزون يمتلك نوعان من هاد المجسات. الحلزون يمتلك. L'escargot possède deux types de tentacules. إذن الحلزون يمتلك نوعان من المجسات. Des tentacules pour voir. Des tentacules pour voir et d'autres pour toucher. إذن عنده هاد المجسات للرؤية وأخرى لللمس. كما نرى voyons au-dessous, on a des tentacules pour toucher. On a des tentacules pour toucher. إذن كما نرى في الأسفل عندنا, عندنا مجسات لللمس. عندنا لو فيرب toucher. إذن عندنا toucher المقصود بها لمسة. Tentacules pour toucher.
Après, on a la bouche pour manger. بعدها عندنا الفم للأكل. La bouche pour manger. الفم للأكل. إذا المقصود بأن هذه الفتحة التي هي فمه تصلح للأكل. ثم عندنا ouverture pour respirer. إذا عندنا فتحة l'ouverture المقصود بها فتحة. Le verbe ouvrir فعل فتحة. إذا عندنا هنا l'ouverture pour respirer. L'ouverture pour respirer. إذا عندنا الفتحة من أجل كما لو نقول تنفس. المقصود بها من أجل التنفس. إذا ouverture pour respirer. ثم عندنا pied pour un pied. إذا نتكلم عن الرجل من أجل الزحف وليس من أجل المشي. طبعا نتكلم عن الحلزون أنه من الزواحف مثل التعبان إلى آخره. إذا هو يزحف. إذا نتكلم عن pied فرغم أنه يزحف فهاد الجزئية تسمى pied. إذا نتكلم عن رجل. إذا pied و pied. الحلزون يمتلك أرجل كما لو نقول من أجل الزحف. pied و pied. إذا عموما هذه مكونات أطراف الحلزون. Après on a vivre ensemble. بعدها عندنا vivre ensemble. بعدها عندنا vivre ensemble. طبعا عندنا هنا كما لو نقول كما نعرف عاش مجموعا عاش في جماعة أو عاش جماعة. المقصود هنا العيش جماعة. العيش جماعة. العيش في مجموعة أو كما لو نقول فلنعيش مجموعين. طبعا العبارة تحتمل كل هذه المعاني. نبخون la première image كوفيتيل. pour la première image كوفيتيل. إذا بالنسبة للصورة الأولى كوفيتيل ماذا يفعل؟ كوفيتيل ماذا يفعل؟ المقصود هنا كوفي لو بيتي انفون. ماذا يفعل الطفل الصغير؟ كوفيتيل ماذا يفعل هو؟ بماذا يقوم الطفل الصغير؟ كوفيتيل. عندنا لو فير فير. جو في تو في إل في نو فازون فو فات إل فون. إذا نتكلم على لو فير فير. إذا كوفيتيل ماذا يفعل هو؟ ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول مثلا sur la première image l'enfant aide une femme âgée et porte son panier. L'enfant aide une femme âgée et porte son panier. L'enfant aide une femme âgée et porte son panier. على الصورة الأولى هناك طفل صغير. طفل يساعد امرأة كبيرة السن ثم يحمل سلتها. طفل يساعد امرأة كبيرة السن ويحمل سلتها. L'enfant aide une femme âgée et porte son panier. إذا طفل يساعد امرأة مسنة ويحمل سلتها. Pour la deuxième image, que fait-elle? ماذا تفعل هي؟ Pour la deuxième image, que fait-elle? بالنسبة للصورة الثانية, que fait-elle? ماذا تفعل هي؟ إذا كوفي لا بتيت في. كوفي لا بتيت في. ماذا تفعل البنت الصغيرة؟ إذا يمكن أن نقول مثلا sur la deuxième image sur la deuxième image, la fille aide sa grand-mère à s'asseoir. La fille aide sa grand-mère à s'asseoir. La fille aide sa grand-mère à s'asseoir. البنت تساعد جدتها على الجلوس مثلا. إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.